وهلا شو قولك بعد اللي سمعتي؟ خلصت قبريني، انا رح احربك من هون. عن جد؟ شلون؟ شو عم تحكوا؟ ما في شيء، عم بتعاتبني زبيدة انه ما عم بيجي كثير، وعدت اصير اجي اكثر امطار عقلها. البيت بيتك ست سوريا، ايمتى ما جيتي اهلا وسهلا فيك. ها؟ شفتي شلون عمتي؟ عشان ما بقى تقولي لي انك خجلانه مش جاي على بيت حماي. الله يسامحك، بزعل منك هيك. لا، ما بيهون علي زعلك بنوب. خلص والله رح اعمل جهدي اجي بالجمعه مرتين ثلاثه، منيحه؟ يا خانوم، في جاري وقعت يمكن كسرت ايدها، عم تولول من وجعها. شو جاري ما جاري؟ قصدك خدامه. ما تواخذيني يا خانوم مشان الله، بس من لهجتي ما عرفت شو احكي. بدي استاذن منكم شوي، بدي اشوف شو صاير. تفضل. بدك مساعده اجي معك؟ لا، خليكي مرتاحه. ايمت كرمال الله ايمت. اعطيني بس يومين لحتى ظبطها. بس ليكي زبيده، انت لازم تحكي مع صباح مشان تساعدنا. ايه. هدول المساجين بطلق سراحهم فورا. اسم بيترو باولي مو موجود بيناتهم يا باشا. اكيد ما رح يكون مع هاي الاسماء. هذا بيترو باولي عداوته وكرهه للدولة العليه اكبر بكثير من اي ضغوطات واي ممارسات، حتى لو اجت هاي اللي اسمها ماري عجمي تضغط علينا. هذا واحد مخرب وتاثيره خطير كثير. تمام يا فندم. هذا بتبعته فورا على الاستانه، لازم يصادق عليه الباب العالي مشان يتنفس. اعدام؟ مثل ما قريت، اعدام. لساتك عم تكتبي؟ والله يا امي من الصبح عم حاول بس ما عم يطلع معي شيء، ما عم بقدر ركز. حق معك، الواحد مو عارفان على شو بده يركز افكاره. في اخبار؟ لا تخافي، الا من الوقت اللي ما بنعود نسمع فيه اخبار. نحن بالمنفى هون، الله اعلم كيف صاير الشام هلا، خاصة بوجود واحد مجرم مثل جمال باشا. امي انا داخل كثير وبدي اتمشى. ديري بالك حبيبتي، نحن بقرنا مقطوعه ولا يهمك. شو شايفتك رجعتي بسرعة؟ ايه، لأنه طلع ممنوع نبعد مسافة أكثر من ربع ساعة عن البيت. شلون؟ منين هالحكي؟ العصم الله، لسا ما وصلت لأول الطريق بينطوا بوشي اثنين من الضابطية بيفهموني إنه أنا متجاوزة الحدود المسموحة لحركتي، وقال بفضلوا إنه ما بقى أطلع من البيت، أريح لهم وأريح لي. يوه، شو حبس؟ منفى وإقامة مثل الحبس وأضرب وإنتي السادة. الله يورجينا في يونيو. آمين. بس إمتى؟ إمتى؟ طولي بالك أمي، طولي بالك إلا ما تفرج. Thank you.
فكري منيح قبل ما تروحي. لازم لاقي بيترو. ماري شو صار لك؟ كل عمرك العقلة بيناتنا. مالي قدرانة، مالي قدرانة اقعد هيك بدون ما اعمل شيء. والله شو؟ شو رح تقدري تساوي؟ ما بعرف. روح بطلع بدور بسأل عنه بلاقي. وين رح تلاقي؟ ببيروت ولا بعلبك ولا بصور؟ كل الولايات فيها الجون، بعدين يمكن يكون هون بالشام. يا ماري إذا بيترو نفسه ما بيعرف هو وين، أنت كيف رح تقدري تلاقي؟ لازم أعمل شيء، لازم روح دور عليه، مو معقول ضل هيك، قلبي مو مطمن، خايفه.